مصر تتفق على قرض جديد مع صندوق النقد وفيزا جديدة بدولار وقفزة جديدة في الذهب. أهلا بكم في حصاد الخميس الإخباري. بانكير، نبض البنوك. والبداية من المناقشات اللي بتتم ما بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، وحسب مصادر مسؤولة بتناقش مصر إمكانيات الحصول على تمويل جديد وبشكل شبه نهائي. وافق الصندوق على رفع قيمة قرضه الممنوح لمصر مع مطلبه الأساسي بتحريك سعر الدولار في السوق الرسمية وتسريع برنامج الطروحات الحكومية مع الالتزام بأمور أخرى لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. وكان البنك المركزي المصري حرك قيمة الجنيه 3 مرات منذ أوائل العام قبل الماضي 2022، مما أدى لخسارة نصف قيمته مقابل الدولار. ورغم أن السعر الرسمي للجنيه استقر عند نحو 30 جنيه 90 قرش للدولار منذ مارس، لكن بيتم تداوله ما بين 65 جنيه ل 73 جنيه في السوق السوداء. وبتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي المصري سيتجه خلال اجتماعه الأول لعام 2024 يوم الخميس النهاردة لرفع أسعار الفايدة بما يتراوح ما بين 100 ل 200 نقطة أساس لكبح جماح التضخم والسيطرة على ارتفاع الأسعار وفقا لخبراء اقتصاديين. ونروح البنك الأهلي اللي أعلن عن إطلاق بطاقة فيزا بلاتينيوم للخصم المباشر بالدولار الأمريكي للعملاء، وده بالتعاون مع شركة فيزا واللي بتهدف لتلبية احتياجات العملاء في معاملاتهم المالية خارج مصر بالعملة الأجنبية. وتم التوضيح أن إطلاق البطاقة الجديدة فيزا بلاتينيوم للخصم المباشر بالدولار الأمريكي بيأتي ضمن استراتيجية البنك لتقديم المنتجات والخدمات المصرفية الجديدة بهدف توفير تجربة مصرفية متميزة وأكثر سهولة. وتم التأكيد أن بطاقة فيزا بلاتينيوم للخصم المباشر بالدولار الأمريكي بتتيح للعملاء القائمين والجدد الكثير من المزايا الحصرية ليهم، حيث يمكن إصدارها عند فتح حساب بالدولار الأمريكي وذلك للعملاء الجدد، بالإضافة كمان لإتاحة إصدارها للعملاء القائمين أصحاب الحسابات بالدولار الأمريكي مع إمكانية إجراء كافة المعاملات المالية بالعملات الأجنبية خارج مصر من المشتريات والسحب النقدي الدولي وكمان السداد الإلكتروني والتسوق عبر الإنترنت حول العالم خلال 24 ساعة على مدار الأسبوع. ومن البنك الأهلي نروح لسعر الذهب النهاردة الخميس في مصر، فزاد الجرام 250 جنيه مقارنة بمستواه في بداية التعاملات مع ترقب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري النهاردة. النهاردة الخميس هتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لبحث مصير أسعار الفايدة واللي بتستقر منذ أغسطس الماضي عند 19.5% للإيداع و 20.5% للإقراض. وارتفعت أسعار الذهب عيار 14 ل 2733 جنيه للجرام، وعيار 18 ارتفع ل 3514 جنيه للجرام، وعيار 21 بيسجل 4100 جنيه للجرام. كمان صعد سعر الذهب عيار 24 إلى 4686 جنيه للجرام، أما عن سعر الجنيه الذهب فبيسجل 32800 جنيه. آخر خبر معانا من وزارة التموين والتجارة الداخلية، فقال أحمد كمال معاون وزير التموين لشؤون المشروعات والإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة إن مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتقوم بتسليم منافذ صرف السلع التموينية الاستعراضات اللازمة عن شهر فبراير، وأكد إن منافذ صرف السلع التموينية فتحت أبوابها أمام المواطنين للنهاردة بدأ من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساء، في ظل طبعا رقابة تموينية كبيرة للتأكد من وصول الدعم لمستحقينه. وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة ما زالت مستمرة في صرف السكر الحر على البطاقات التموينية بواقع 2 كيلو للبطاقة الأربع أفراد فأكثر وكيلو البطاقة 3 أفراد فأقل وبسعر 27 جنيه للكيلو. وأشار إلى أن عدد المستفيدين من الدعم بيوصل ل 63 مليون مواطن بتوفر لهم الدولة يوميا كافة الاحتياجات المطلوبة من السلع الأساسية والتموينية لصرفها على البطاقات التموينية ولا سيما الزيت والسكر والمكرونة وكافة السلع الأخرى. وبكده تكون خلص جولتنا الإخبارية النهاردة. أنا أشرقت أشرف وإلى اللقاء. بانكير، نبض البنوك.